يعني رحله احتراف وانديه هنا في ما فيهمش ابيض واحمر. ما كنتش عارف تعدي على الاهلي ولا الزمالك؟ غلطت. غلطت. ليه؟ بكل امانه غلطت. مش عارف، كنت بحسبها حسابات تانية وانا كنت لعيب كوره. لما بقيت مدرب وحسيت الفرق ما بين اهلي ان انت تلعب في اهلي وزمالك برضه. دي حسيتها يعني. بجد وانا لعيب المنتخب كان معوضني كتير. المنتخب والاحتراف. والاحتراف كان معوضني كتير. واسمك كبير هنا في مصر والحمد لله وعملت تاريخ يعني في تركيا. ما كنتش حاسس ان انا ما بين لعيبه الاهلي والزمالك فرق شاسع. لكن لما بطلت كوره عرفت يعني ايه لعيب اهلي وزمالك. يعني عرفت بالظبط وحسيتها ودلوقتي بتوع الاهلي والزمالك هم اللي بيشتغلوا عايز. لا ضعفاني والله. نقطه ضعف مش نقطه قوه. فعشان كده لو رجع بيا الزمن بقول الحمد لله طبعا كنت لازم العب اهلي وزمالك. كنت لازم تمضي. كنت لازم امضي. ليه ما مضيتش مش انت عارف. مضيت مع المهندس عدلي ده وانا صغير خالص. وانت صغير خالص. وانا لسه قبل ما اروح باسبوع، قبل ما اروح بيومين مضيت. وبعد كده قعدت مع ناس زمالك اكتر من 3 مرات. قعدت مع ناس زمالك 3 مرات. لحد الترابيزه، لحد ما اتفقنا على كل حاجه. كان اخر مره كان ايه قبل ما مع الجنايني. استاذ عمرو الجنايني. استاذ عمرو الجنايني. في نادي الصيد، عندي شقه كده في نادي الصيد وقعدت قبل ما اروح انبي بالظبط. يا ده انت خلاص كنت رجعت؟ كنت يعني كنت قررت خلاص ان انا ارجع. ومره مع مشوار مرتضى منصور بعت لي لجنه، بعت لي وفد يعني ان تركيا وتفاوض معايا. ده سنه؟ لا مش فاكر السنين. ده 2005 6 كده في الوقت ده. كان بنعمل فرقه جديده. وكان لا كان حازم ساعتها لسه راجع، حازم امام لسه راجع من ايطاليا. والاستاذ مشوار كان عاوزني وكان عايزني ارجع مع حازم، احنا الاثنين تعملوا فرقه تقيله. نعمل فرقه تقيله. بس انا كنت هناك واخد قرار ان انا مكمل. كنت يعني السنتين بتوع انبي اللي انا جيت رجعت فيهم مصر دي كانت ان حسيت ان انا لازم انزل مصر، انهي في مصر ما انهيش بره. انا على فكره كان عقدي مكمل في ليا عقد في مكمل في تركيا. الموضوع زمانكم مشيش ليه؟ هو ماضي بقى وخلص يا ابراهيم. يعني موضوع الزمالك ما مشيش عشان تعرف لما تعيش حياه احترافيه بجد يعني وتعيش وقت طويل فبيأثر فيك حتى الكلمه، حتى القعده، حتى طريقه المعامله، حتى طريقه التفاوض ما بينك وما بين النادي. انت خدت على موضوع، خدت على طريقه كتير قوي على طريقه. فلما تيجي تشوف الوجه التاني وتيجي تتفاوض كنت لازم البس البدله بتاعت مصر واقعد كاني كنت بلعب في مصر. مش كنت كراجل محترف بقى وعايز كل حاجه فيها نظام وحاجه. لا ما حسيتش. انا اتعاملت غلط، اتعاملت ان انا العيشه اللي انا عشتها لازم في ايه؟ يعني ايه كنت طالبه وهم ما كانوش؟ لا الطريقه. الطريقه بس؟ الطريقه. الطريقه بس بتاعت التعامل وبتاعت ال ندمان ان انت ما وافقتش على الزمالك ساعتها يعني وخلصت باي طريقه؟ ندمان. مش الزمالك او فرقه الزمالك او الاهلي. يعني لكنه اللي كان جاي لك فعليا اللي كان جاي لي وقت ما انا نزلت انبي كان الزمالك. هو انت ما عندكش ميول ولا للاهلي ولا للزمالك؟ كان عندي ميول طبعا. ايه؟ كنت وانا صغير اهلاوي طبعا. اهلاوي. يعني انا كنت لحد وانا مضيت للاهلي على بياض يعني. مع مهندس عدلي. باشمهندس عدلي. انما لما ما بتطلع تحترف وتشتغل بقى كراجل محترف يعني فانت محترف. انا بسميه صنايعي، بسميه راجل بياخد اجر على الشغل اللي هو بيعمله ده شغلانه يعني. فانت تتعلم يعني ايه احتراف، يعني تتعلم ان مفيش الوان عندك خلاص. فالموضوع ده ضاع عندي بقى. وخاصه لما ما لعبتش كمان للاهلي والزمالك فانا شخصيا يعني حسيت الاحساس ده ما بيكبرش عندي. فحسيت ان انا اكون لازم محايد. لا اخسر جمهور الاهلي ولا اخسر جمهور الزمالك. انا جمهوري منتخب مصر، تاريخي كله منتخب مصر. فحسيت برضو ان انا فارق معاك ازاي دلوقتي في ان انت مدرب؟ ما انت خلاص في كارير التدريب وانت عبد الظاهر السقا برضو نجم مصر واللي احترفت بره واللي كل الناس تتكلم عنك يعني بكل خير والناس عارفه حجم نجوميتك. انا يمكن كنت اتكلم بره الهوا في مره من المرات كنت بدردش مع الصقر كده فبقول له الاسماء اللي بره كانت منوره في تركيا تحديدا، فقال لي السقا كان عامل اسم هناك عظيم. الحمد لله. طيب ليه بتشوف ان هو يعني ده ما ساعدكش هنا في مصر؟ لا انا مش بشوف ان انا اسمي قليل او ان لا فرصك في الموضوع. بص الناس هنا اتربت على حاجتين، اهلي وزمالك، الجمهور، الادارات، الاتحادات. كل الناس اتربت على الاتنين دول.
عشان كده كنت دايما اقول الناشئ اللي طالع يا جماعه خلي طموحه، ليه وقفتوه عند الاهلي والزمالك؟ ليه وقفته؟ دلوقتي الموضوع اتغير تماما، الموضوع اتغير بقى، الاولاد عارفين يعني ايه ريال مدريد ومانشستر وتشيلسي ومحمد صلاح والنني، بقى فيه انفتاحيه. لكن الاول خالص كان السقف مقفول، اخر سقفك ان انت لما ما تقدرش ترفع راسك اكتر من الاهلي والزمالك. طموحنا كلنا كان اهلي وزمالك. انا شخصيا انا طموحي كان اهلي وزمالك يعني، وانا في المنصوره كنت احلم يعني ايه اهلي وزمالك. فلما طلعت شفت بره لا في دنيا تانية خالص، احنا ما شفناهاش، احنا ما نعرفش عنه حاجه، احنا ما شفناهوش. وحرام ان الاولاد دي ما تطلعش كده، ما تشوفش النور كده. وليه يكون عندنا اثنين وثلاثه ونفضل احنا يعني؟ ليه ما نبقاش زي كوت ديفوار ونيجيريا والناس دي كلها، ونودي اللعيبه نطلع ناس في كل الدوريات؟ مش ضروري، مش ضروري العب في الارسنال، مش ضروري العب في تشيلسي، مش ضروري العب في الدول المتقدمه، العب في اوروبا. ما هو مع ذلك برضو انت بتقول لي ان الجزئيه بتاعه الاحتراف ديت لما رجعت عشان تشتغل بقى مدرب في الكارير بتاعك بقى الطبيعي يعني، ضعفتك ما قوتكش. ما هو دي برضو الناس اللي هتتفرج يقول لك طيب ما انا ابقى خليني بقى في الاهلي والزمالك احسن عشان اعرف اكل عيش بعد ما اخلص. لا لا، اقول لك اللي عدى 30 ما طلعش بره.